السودان خطير قلت. الله يا خويا دابا انا ما فهمتش، انا علاش حنا غنمشيو نجيبو مهاجم ديال السودان؟ اسمح لي، علاش؟ واش الماجا دابا صدقوا فيها شي لعابه من غير ديال الكونغو، ديال السنغال، ديال الكاميرون؟ هادو هما اللعابه اللي كيصدقوا في الماجا، والنيجيري، هادو هما المهاجمين، هادو هما اللعابه اللي كيصدقوا في الماجا من غير هادشي. وزد عليهم مالي، مالي موديبو كيتا، موديبو مايكا، عفوا هادو هما اللعابه اللي كيصدقوا. يعني هادو بلدان اللي معروفين بالانتاج، كينتجو جواهر، هادو ما كيسقوا في المانجا. ما تجيب لي انا السودان، اثيوبيا، مدغشقر، الصومال، انا ما عندي ما ندير بهادشي. الناس ماشي بلاد، ماشي بلدان ديال الكره، ماشي بلدان ديال الكره. ونزيدكم واحد القضيه، شي البلدان اللي كتكون ما عندهاش منتخبات قويه وكتكون صغيره وهادي، راه بواحد القضيه، راه ملي كينتجو شي لاعب اللي فيه الضو وتيكون كويري وباين واعر، اش كيوقع؟ هذاك اللاعب كيتشهر، يعني كيتشهر 10 مرات على اللاعب اللي كينتجو المغرب مثلا. علاش؟ لان ما عندهمش عاده الكويريه بزاف، يكون شي لاعب نجم، عرفتي شنو كيديروا ليه بالصحافه؟ هما بالنفيخ والاستديوهات والبلاطوات وكاع، عيطوا ليه من هنا وعيطوا ليه من هنا ويستضيفوه هنا، كيشهروه بزاف. واش كيولي؟ تيولي البلاد كلها كتعتبركم ايدول، هذاك هو النجم ديال المنتخب وكذا. اذا فين كيشوفوه؟ كيشوفوه كاملين انه يمشي لاوروبا. كثر ما كيشهروه، كاع السماصريه ديال العالم وكلاء اللاعبين ديال العالم تيعرفوا، يعني كتولي عليه الاضواء وتولي عليه العين وتولي كذا. سكي فين ماني انا؟ علاش غنمشي انا نضيق عليه الاختيار؟ عباد الله كنشوفهم انا حدايا، المثل اش كيقول؟ دير ما دار جارك ولا بدل باب دارك. نديرو بحال جيراننا حنا، نديرو بحال الناس اللي كيلعبوا معنا في القسم الاول، كيمشيو للمنتخبات القويه، كيجيبوا البلدان القويه في الكره القاريه، وكيجيبوا اللعابه القويين، راه كيستافدوا من القوه ديالهم وكيهزوا المستوى. كفى تقزيما وكفى علينا من دوك من دوك من دوك من دوك البلدان المغموره. هذوك راه حنا كنصدروا لهم، ماشي حنا خصنا نصدروا لهم، ماشي نستافدوا من عندهم. سي احمد عبد العالي السامي تيقول واش هاد الناس لا يخافون الله؟ واش ما مربينهمش والديهم؟ الاخ انا عرفتو تيدوي دابا على هاد الناس كيدخلوا كيديروا هاد التعليقات، هادو تعليم اخر في الاول ما كناش نعاودهم على الناس، الله يهدي ما خلقش. نقول لك راه شوف راه ما عرفتش شنو نقول لك، راه ماشي الذنب ديالهم، ما الذنب ديال والديهم صاحبي. والديهم كيفاش انت ربي خلقك خليفه الله في ارضه وعطاك رزق، رزق كيما عطاك الرزق ديال الصحه، عطاك الرزق تاع الاولاد، وداك الرزق اللي عطاك الله خاصك تقدرو باش تشكر الله. من لا يشكر الله لا يشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. راه كيخصك باش تقدر هذاك الرزق اللي عطاك الله، دوك الوليدات خصك تربيهم مزيان. ولا ولدك كينطق بشي كلمه ماشي هذيك، خصك تجلس معاه وتوجهو، مسؤوليتك انت. ولا ما طالقين الاولاد كيلعبوا في الزنقه، دابا بحال دوك كيخرجوا فيك الهضره، كون على يقين انه ساكن في السفلي. هذه هي الاولى، تعرف دوك ولاد السفلي راه كيخرج، راه جالس في دارهم قبل ما يخرج، راه كيسمع السبان والهضره ديال الدراري بيناتهم، كيخرج كيتشارك معاهم داكشي لو بان كوتيديان ديالهم، كتلقى في مخي. دونك راه معروف هذاك النوعيه، وكتلقاه سميتو ملي كيدخل مواقع التواصل لا يستنسخ الا ما اعتاد على التعامل به في حياته العاديه في دارهم او مع ولاد دارهم. هذا ما بغيتش نعمر راسي بزاف بهذه النوعيه، الله يهدي ما خلق هادشي، نطلبوا لهم الهدايه. سي جلال كيقول فين الفلوس اخويا ناسيك؟ شتي كون كان صندوق عامر كون جاب 10 د اللعابه، مسؤوليتو الا الصندوق ما عامرش يشد بهذوك اللي عمروا الصندوق، فين مشاو فلوس الصندوق ياخذ حقه منه يحطه في صندوق الراجل.
دونك تنظن داك الشيء كثير تبارك الله، هذا كانت اكثر من 1000 عاوتاني ديال لي ميساج. على كل حال الحمد لله انا حاولت ناخذ الماكسيموم باش نتواصل مع الاخوان. سي نادين هادي اللي كيدوي على الناس اللي كيدخلوا من فرق اخرى، قال لك سي عبد الغفور بوعنان هاد المكتب باغي يبيع نقومه ومكعازي ماشي التخريب هذا، فهم مطالبين انهم شي بغاو يبيعوا هاد اللعابه يبيعوهم، ما عندناش مشكل لانهم راه فينالمون هاد بجوج راه ما عطاوش بزاف في المانجر، ما عندناش بالكويت يجيبوا لنا غير البديله، حنا ما كنطلبوش شي حاجه اخرى. بدلاء بدلاء، دابا انت على الاقل عندك ثلاثه اللعابه قبل من غير نقومه ومن غير مكعازي، كان خصاص على الاقل ثلاثه اللعابه على الاقل، جناح ايمن وجناح ايسر، جناح ايمن او جناح ايسر واحد فيهم في الاجنحه، وقلب هجوم اللي هو مجهد واعر بحال داك الشيء مالونغو، وصانع العاب، هادو بثلاثه خاصين الماتش ثلاثه. دونك هادو بثلاثه من غير هادوك اللي غيمشيو، هادو ثلاثه يعني واخا يبقى مالونغو ويبقى مكازي خاصك ثلاثه على الاقل، عاد زيد عليه الا مشى الا باعوا مالونغو وباعوا مكازي خاص اللي يعوضهم يكون على الاقل نفس على الاقل يكون احسن منهم بشويه، والا غير خليهم هم. دونك انا راه على الاقل خمسه انتدابات قويه مطالب بها المكتب. سي ازرقان تيقول لك خويا ناسيك علاش هذا المكتب ما يستغلوش الشعبيه الكبيره ديال المانجا وفي البرازيل وما ينفتحوش على امريكا الجنوبيه مثلا يجيبوا لاعبين من الرجاء البرازيلي، قلنا شحال هذه يا خويا، قلنا ماشي غير تما، قلنا انه كتخصكم واحد اللجنه مكونه من ناس تقنيين ودي واحد الجوله تستغل التوقف ديال البطوله، كتجي وقت ديال توقف البطوله كيكون واحد الشهر ربو مثلا ولا هادي بحال في الميركاتو الشتوي، راه توقف البطوله يمشيو يضربوا دوره ماشي غير امريكا الجنوبيه واسيا وحتى في اوروبا الوسطى واوروبا الغربيه، لان في اوروبا الغربيه كاينه جاليه كبيره ديال الرجاء. دابا تصوروا ان الرجاء تمشي دير واحد الدوره فيها مباريات تجريبيه واخا تكون دير غير اتفاقيات غير اتفاقيات، راه هادوك الناس اللي هما غيستقبلوهم غيستقبلوهم فابور، راه داك الناس استقبلتهم هما فابور، راه يستقبلوك فابور وغتمشي على حسابهم الطياره الي وروتور وتاكل وتشرب وتجي معاك شي بركه من نقله الفاسي، راه عرفتي شنو واش غادي يدخل لهم، واش عرفت شحال ديال الجماهير ديال في هولندا وفي المانيا وفي فرنسا وفي سميتو في سويسرا، عرفتي شحال بلا ما تذكر اسبانيا، هادو اللي غيدخلوا غادي يذبحوا معاهم هذوك هذوك الفرق اللي غيلعبوا معاك، غيدخلوا معاهم وغيعطوك النصيب ديالك في النقل التلفازي، وهانت روجتي الاسم ديال الرجاء وفي نفس الوقت كتبحث على لاعبين اللي كاينين مغاربه ما لقاوش بلاصتهم في فرق اوروبيه، وكاين اللي طلع لي الخز باغي يجي بحاله، وهادي تقدر تضرب على لعابه وتربح ماليا وكلشي، وعلى مستوى الخليج كذلك ماشي غير امريكا الجنوبيه، في الخليج الناس كيموتوا على الرجاء، لا خاص الاماراتيين والقطريين والسواعده خلاص راه كيموتوا على الماتش، اذا ملي غتمشي تما غدير دي ماتش اميكو راه مادا بهم، ما كشتي ابو ظبي ولا شتي اش دايرين غادي حماقو، دير دي ماتش اميكو دير اتفاقيات مع فرق خليجيه تبقى تعطيهم ويعطيوك يعطوك لعابه بريطي، نهار تحصل عندك لاعب بريطي عندهم هذاك اللي كيعطوه بريطي راه في الفاله كتلقاه ما... علاش خاصهم هذا من يعطيوه؟ لان عندهم فلافل اكثر منه، دونك كي خاص المساله خاصها تحرك على مستوى عدد ديال القارات اخويا، واكيد اننا نكون حنا رابحين من هذه المساله. سي مصطفى الهيداني تيقول لك بركه ما تكذبوا على الجمهور وتحاولوا توهموا بان الرجاء محاربه وكل شيء ضدها، راه المشكل في المحيط ديال الفرقه واللي كيسيروها هما اللي ضعفوا الفرقه اغرقوها. شريف مصطفى الهيداني كنتي رجاوي او كنتي ودادي انا نقول لك واحد القضيه، هادشي راه ما كنكذبوش فيه، ما كنكذبوش على الجماهير، مشكل الرجاء ليس خارجي ليس داخلي فقط، مشكل الرجاء داخلي وخارجي، يعني مسائل بلا ما نخبيو الشمس بالغربال، هناك
محاربه للرجاء. نعطيك مثال، نعطيك واحد السؤال، قول لي الله يحفظك، واش داك الماتش ديال الرجاء مع بركان في كاس الكاف، واش داك بانو اللي حيدو ليه التليكو واحد ربعة البيلانتيات اللي تحيدو في داك الماتش وفي بيت تحيد في اخر دقيقه، قول لي واش هذاك السبب ديالو الناس ديال الوزيز. سافغي انه الناس الوزيز كاين داخليا كيدقدقوا الرجاء اللي هما ناس رعاه ديال مصالح الحكامه، نمسين حنا عارفين، عارفين شكون كيتحكم في الوزيز، حنا عارفين، ولكن ما تقولش لي لا راه مشكل غير داخلي ماشي خارجي، لا داخلي وخارجي. اذا الفضيحه ديال الماتش اللي بركان في الكاف هذا الجامعه، ومن يسير الجامعه سواء كرئيس او كشخص يتحكم في الكوره ولو انه ليس رئيسا لبركان. كذلك على المستوى البطوله الوطنيه راه كتشوف هاد سميتو الجزاءات اللي كتحرم منها الناجر، هذاك الشيء عين باين، البيوت اللي كتحيدو داكشي لا ينتهي. دوك الله يرحم والدينا، انا كنعرف واش كنقول، انا حنا انا غنقول واحد الكلمه قديما نعاود فيها، لا اطالب بشيء كثير، لا اطالب بهدايا، لا بغينا نربحو بدراهم. الحاجه اللي كنطالب بها انا هي بغينا ما تكونش هناك يعني مسؤول ديال الفريق كيسير الكره، راه لا يعقل، راه حاله تنافي واضح. دونك بلا ما نبقاو نرجعوا لهذا الموضوع، راه دائما القادم مطلب دائما كاين، راه اللي بغى يدي شي حاجه مرحبا به، حنا ما قلناش شي حاجه، هذه منافسه، راه ماشي كندخلوا في حرب، غير كره غير رياضه. ولكن شوف كون سبع وكون غير حيد عليا حالة التنافي باش تكون الحدود متساوية ومرحبا، اللي عنده الكرة أحسن مني، اللي عنده إيفيكتيف أحسن مني، والله سيدي ندير لي شابو، والله ما نهضر عليه، بروح رياضية. علاش؟ لأن كل واحد كيدوز فترات القوة ديالته، راه عبر التاريخ، عبر التاريخ، راه كانت الراجة كتدخل كونتر الوداد كتاكل العصا، وفيس فيرسا، كانت الوداد كتدخل كونتر الراجة كتاكل العصا. هذا واقع، يعني ان كل فريق كتجي واحد المرحله تاريخيه كيدوز القوه ديالته، كنقول شنو، ولكن هذيك القوه اللي في الملعب خاصها تبقى هي الفيصل، هي اللي كتفصل بين الفرق بجوج، القوه ديال اللاعبين وقوه الملعب هي خاصها تفصل، ما خصش تكون شي قوه اخرى خارجيه كتحكم. وما دام انه هناك حاله تنافي، هناك مسير رئيس فريق يسير الكره، كتبقى ديما الشكوك حول استحقاق النتائج، راه ما يمكنش يحيدها لك شي واحد. فانا الا كنت انا رياضي وفي روح رياضيه وبغيت العداله، اش غادي ندير؟ غادي نضغط باش المسيرين ديالي ما يبقاوش يسيروا الكره، ونقول لها الشريف اجي، هادو غادي يبقاو ديما كيسرحوا في الجمهور ديالهم وراهم ضعاف وما كيهضرش، كيبداو يغمقوا بسميت ازدواج المهم، اجي نضغطوا على دخينا هادي، خرج كاع من هاد العصبه، ما عندنا ما نديرو بها، خرج اسيدي من العصبه، راه دابا يلا اراكم، اراكم الى عندكم شي عضلات غنخرجوا للتيران، حنا جايك دابا حيد، واجي نشوفوا دابا واش تقطعوا علينا ولا لا، دير هادي غنقول لك شاب، والله سيدي نحييك تحيه عظمى. واش متفقين؟ راه هادشي عادي، لانه راه شوف راه انا كنتذكر الناس اللي هما في الوقت اللي كان اوزال في المجموعه الوطنيه، كانوا الناس خارجين كيقولوا هاد الهضره. اذا علاش يعني شنو هو؟ بغيتي انت تستافد من هذه القضيه وتقول هذه الهضره، وانا ما عنديش حق نقولها. دونك ما تبقاش تقول لي انت راك ضعيف، انا ضعيف، صحيح ضعيف لانه عندي تشكيله ضعيفه، ولكن هناك اسباب اخرى، ديك التشكيله ناقصه غير جوج لعابه، ديك التشكيله راك ديت باش القى قداش نوع. غير العام اللي فات وديت بها بطوله، ها؟ ديت بطوله. إذن هذا ماذا يعني؟ يعني بأنه الضعف اللي عندي راه ماشي سببه غير التشكيلة، سببه كذلك تدخلات خارجية. لهذا كنتمنى أنه هذه القضية ديال ازدواجية المهام تسالي إن فوا بوغ توس من الكرة المغربية. دونك تنظن بزاف اش يمكن نديرو هادشي كامل، خصو شي قوسه د السوايع. الاخوان اش نقول لكم،
نظن هادشي باقي بون الاخوان. بون كنتمنوا التوفيق ان شاء الله الفريق ديالنا، كنتمنى ان كنت تواصلت مع الاخوان ديالي وانني وصلت لهم ربما داكشي اللي كانوا كينتظروا من التدخلات ديالهم والميساجات ديالهم. تحيه لهم عظيمه. عندي غير واحد باش ما ننساش، واحد الاخ ربما كان كتب ليا قبيله قال لي الله يرحم باك هذا واحد الميساج ديالي، قال لي لا جات على خاطرك، قال لي دوزو في اللايف جوكو هذا وهذا. دونك ما خصنيش ندوز هذه القضيه. اشنو هذا الاخ اللي هو مصطفى ودادي ومن السبات قال لي دوز معك هذا الميساج الله يحفظك لما قوله في اللايف ديالك. انا نقول السلام عليكم سي يوسف، تحياتي ليك وانا من المتابعين ديالك منذ مده. انا ودادي من منطقه السباته وكبرنا في حي اللي كانوا فيه نجوم وداديين ورجاويين كبار. انا اعرف مصطفى خليف ومستودع ونزير وبوجمع قصاب ورضوان العلالي وغيرهم. لذلك نحن تجمعنا الروح الرياضيه الاخويه بالدرجه الاولى. واقول اولئك الفئه الجماهيريه التي تسب فرق اخرى فهم لا يعرفون اي انتماء، وانت تعرف اغراضهم وتجدهم في كل الفرق. وانا اعيش وسط عائله مقسومه لاثنين، وداديين ورجويين، وتجمعنا روح الدعابة، يعني شد فيا شد فيك بدوني في حدود المستملحات فقط. لذلك فألف تحية ليك، فأنا أتابعك لأني أعشق النقاش الهادف والأفكار والجو الرياضي، ولم يسبق لك أن قلت أن قللت أو استهزأت من أي خصم، والدليل أنني لا أكتب ولا تعليق لأنني أحترم خصوصياتكم. وأنا من متابعك الدائمين إن شاء الله. اسمي مصطفى ودسباتا، المرجو قراءة رسالتي هاتي في لايف ديالك المقبل. فأنا قمت بالواجب، درت اللي عليا في إطار التواصل مع الناس اللي هما ماشي رجويين، باش ما يقولش راك أنت إنسان معقد ولا أنت ضد الوداديين ولا شي حاجة. فتنتمنى أنه يعني واحد القضية تبقى تجمعنا روح رياضية وتجمعنا، يعني كما تنقولوا احنا مسلمين قبل كل شيء، ما خصناش نسال ديما هذه القضيه. احنا مسلمين كيجمعنا دين واحد وكتجمعنا معتقدات واحده. فليس من المعقول ان الانسان كيخرج من الجامع تيخرج يعني كله عامر بالايمان وبالتقوى والتخشوع وكذا، غير كيخرج من باب الجامع كيتسيف. علاش؟ حيت عنده فرقه كيبغيها وكيبدا يطعن في الاخرين ويسب في الاخرين ويسب في الاعراض وكيدير كذا وكيدير كذا. الاخر فينا راه كيمشي صلاه الجمعه اللي ما كيصليش كاع، كيمشي على الاقل صلاه الجمعه او كيجي حدا الجامع او في رمضان كيصوم رمضان على الاقل. فهاد الاسلام اللي كيجمعنا راه كيخلي الانسان خصو يكون يعني المسلم مرآه اخيه. كنتمنى انه ما طغاش العصبيه ويبقى بيناتنا ديما الحمد لله داك التفاعل في اطار الرياضه للرياضه. تحيه لجميع الاخوه، الى اللقاء في لايف قادم، دمتم بخير والى اللقاء.